الخليجية الكبرى، وصل إلى مطار عدن الدولي عصر اليوم المنتخب الكويتي، وهذه لقطات من وصول المنتخب الكويتي الذي كان وصوله للمشاركة في بطولة خليج 20 التي ستقام في مدينتي عدن وأبيان ابتداء من يوم الاثنين القادم. وكان الوفد الكويتي وصل برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأستاذ يوسف اليتامى، ويضم نجوم المنتخب الكويتي الذين شاركوا في بطولة غرب آسيا مؤخرا في الأردن وأحرزوا لقبها. وعبر رئيس البعثة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ عن سعادته لمشاركة المنتخب الكويتي في بطولة كأس الخليج 20 في عدن وأبين، ومتمنيا لكافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة التوفيق والنجاح. طبعا وصول المنتخب الكويتي أولا أكد اللحمة العربية الكبيرة التي يعيشها الشعب العربي، وأيضا ما تتميز به العلاقات اليمنية الكويتية من أواصر الإخاء والمحبة التي رسمها قيادتا البلدين الشقيقين. وأكد أن المنتخب الكويتي استعد للمشاركة في هذه البطولة بشكل متميز وكبير، وكان آخر مباراة ودية استعدادية لهذه البطولة التعادل مع المنتخب العراقي في المباراة التي أقيمت في دبي. كان في استقبال الوفد أعضاء الاتحاد اليمني لكرة القدم وأعضاء لجنة الاستقبال والأستاذ رشاد هايل سعيد أنعم. ورئيس لجنة الاستقبال حافظ معياد، ومساعد مدير البطولة سالم محمد عزان، ونائب رئيس بعثة الشرف والسفير الكويتي لدى اليمن فهد سعد الميع. إذن وصول المنتخب الكويتي والصورة الجماعية في المطار ثم اللقاءات مع الزميل علي الغربان. مع كابتن مساعد ندى كابتن المنتخب الكويتي، الحمد لله على السلامة، نرحب بك هنا في مدينة عدن. ماذا تقول في مناسبة وصولك إلى مدينة عدن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامة جميع اللاعبين وصولهم هنا. أتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب الكويتي في هذه البطولة. مثل ما انت عارف يعني المنتخب الكويتي يقع في مجموعه صعبه شوي، ضمن منتخب القطر ومنتخب السعودي ومنتخب اليمني صاحب الارض والجمهور، فالحسابات فيها صعبه شوي. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع وتقديم مستويات طيبه. ماذا سيقدم المنتخب الكويتي في هذه البطوله، خاصه بان الانظار يعني متجهه على المنتخب الكويتي، يعني رقم قياسي في البطولات، ومن ترشح؟ والله يعني اتمنى منتخب الكويت ان يقدم اول شيء الاخلاق الطيبه في حضوره للمجموعه هذه، اتمنى تقديم اداء طيب سواء توفق في تحقيق البطوله او ما توفق، هذا شيء راجع يعني كاتب رب العالمين. اتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء متابعي قناه اليمن الفضائيه الاولى، نرحب بالكابتن احمد عجب لاعب المنتخب الكويتي اللاعب المتالق دائما. كابتن احمد الحمد لله على السلامه، ونرحب بك في مدينة عدن، وما هي انطباعاتك حول مدينة عدن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اللي رحب فيكم، أنا بين أهلي وجماعتي يعني ما يحتاج. وبالنسبة لأهل عدن يعني ترحيب هذا كافي، يعني شفنا الشيء اللي يليق بينا وأكثر، وأنتم أهل طيب يعني معروف عنكم أهل الطيب وأهل الشيمة، وبإذن الله إن شاء الله أن تكون البطولة إن شاء الله ناجحة يعني، وخصوصا أن أول مرة ينظمها الفريق اليمني، فأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله تكون هي البطولة طبيعية راح تكون فيها حماس ندية بين الفرق، خصوصا أن المستويات كلها متقاربة، وأتمنى التوفيق للكل إن شاء الله. المنتخب الكويتي أغلب المنتخب الكويتي شاب، ماذا سيقدم في المجموعة الثانية إلى جانب اليمن وقطر والسعودية؟ والله شوف، احنا مجموعة اعتقد انها متماسكة، مجموعة كلهم يكون قاعد تلاحظون كلنا مع مرضى تقريبا اثنين بس 29 سنة بعد حتى ما حشنا 30، فان شاء الله باذن الله يكونون قدها ان شاء الله، والمدرب يطلع التوليفة السنة ان شاء الله حق المباريات باذن الله. سؤال اخير كابتن، رسالتك للجمهور الخليجي، ماذا تحب ان تقول لهم من هنا من مدينة عدن؟ اقول لهم يعطيكم العافية، وان شاء الله طبعا احنا سمعنا الكلام يمكن قبل البطولة ان البطولة فيها مشاكل، في حروب ما ادري شنو قالوا، واضح احنا موجودين باليمن بالعكس اخوان وجماعه وربع، وش قاعد نشوف شغلات يعني خصوصا حتى اليمن غير البطوله، يعني الشغلات اللي شفناها بصراحه اللي هي من الجو التراث اليمني الموجود، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نطلع نروح نشوف، فندعوهم ان يحضرون، ما اكون لك الخير ان شاء الله، واحنا موجودين بس بسوينا قبل لا يسوي فيهم اي شيء يعني، الحمد لله على كل حال. توفيق ان شاء الله. ما قصرتوا. الله يعطيك العافيه، ما قصرتوا.
الامين العام للاتحاد الكويتي وعضو اللجنه الفنيه المشرفه على البطوله. نرحب بك في اليمن، ويا حبذا نعرف انطباعاتك حول خليج 20، وماذا شفت في اليمن يعني منذ وصولك مطار عدن؟ انا لحسن حظي ليست الزياره الاولى لهذه البلد الجميله والتي تقع على البحر ويحيطها البحر من كل جانب. نحن في بلد مدينة عدن، الثغر الباسم للعرب، فنحن سعداء جدا بأن نكون بين أخواننا وأهلنا اليمن. حقيقة نعرف ومتأكدين تماما من مشاعر وأحاسيس أخواننا اليمنيين ومحبتهم المتبادلة مع الكويتيين، فنحن نحس في بلدنا ولن يتغير علينا أي شيء إن شاء الله. ما هي توقعاتك للبطولة؟ أنا من الأشخاص الذين راهنوا على نجاح الأخوة اليمنيين تنظيميا وإداريا وجماهيريا، اعتقادا مني ومعرفة لقرب معرفتي للإخوان اليمنيين لعشقهم كرة القدم، فهنا جمهور يعشق كرة القدم، وعادة ما يكون الجمهور هو من ينجح أو يفشل البطولة، وأنا متأكد كل التأكد بأن الإخوان الجماهير اليمنية سوف تملأ المدرجات بغض النظر حتى إن كانت المباراة ليس مع الفريق اليمني. فدعواتنا للإخوان في 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 الجمهورية اليمنية والاتحاد اليمني الشقيق بالنجاح تنظيميا وإداريا، وإن كنا متأكدين من ذلك، ونحن كاتحاد كويتي منذ البداية أعلننا مشاركتنا وحضورنا ودعمنا الكامل لتحقيق حلم الشهيد فهد الأحمد، والذي الآن نراه يتحقق في وسوف يكون في بداية انطلاقة هذه البطولة في تاريخ 22، مع الافتتاح الساعة 5 إن شاء الله على ملعب 22 مايو. سوف يكون هناك حلم الشهيد الكويت فهد الأحمد يتحقق أمام عيوننا، فهذا بحد ذاته نجاح لنا. الآن انتهت مرحلة التشكيك، نحن الآن على واقع وواقع ملموس. أنا أؤكد وأجزم بنجاح الإخوان، وهذه التصاريح قلتها وأنا في زيارة في شهر يونيو في شهر 7 الماضي من ضمن اللجنة التي كانت تكتب تقرير على المنشآت والفنادق والملاعب. راهنت وراهن وأكرر مراهنتي على نجاح الإخوان، لأن أعلم علم يقين أن الشعب اليمني هو من ينظم وليس الاتحاد، ما في شك. وأنا أقول للإخوان نحن في بلد أمن وأمان وطمأنينة، ونعرف تماما طيبة هذا الشعب ومعدنه الأصل، وهم أصل العرب، فندعوهم للحضور والمشاهدة، ونقول إن شاء الله تكون من أنجح دورات الخليج.